في هذا التقرير نزور مركزاً يعتبره الكثير من الشباب الأردنيين المبتكرين مصدراً لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. نحن الآن في ميدان هنا في عمان. مازن هو صاحب اختراع سيجذب الكثير من عشاق السيارات. مرحبا مازن. اهلا نسيم، كيفك؟ تمام. اذا مازن، نرى دولاب او عجله سياره تبدو للوهله الاولى عاديه، ما المميز في هذه العجله وما قمت باختراعه؟ هلا في البدايه انا كنت انتبه على عجال السيارات انه في عليها الشعار بالنص اللي بيكون عليه لوجو السياره او شعار ريليتد لنفس الكومباني. نعم. هلا لما بلف هذا الشعار او بتلف العجل بيختفي الشعار زي ما كنت ندخل زمان. هلا انا عم اورجيك اياه. يعني أنت تقصد أنه هذه الدائرة الصغيرة في العجلة، نعم، ما نعرفه جميعاً بأنها تدور عندما تدور العجلة خلالها. بالضبط. الفكرة الجديدة اللي احنا عملناها قدرنا نعمل أوكي، فصلنا الشعار عن الجنط، فصار عندنا محور حركي أوكي، واستخدمنا الجاذبية الأرضية للمساعدة على تثبيت الشعار. في داخلها طبعاً مغناطيس كمان بيقدر يخلينا يعطينا شعار ثابت وبدون اهتزازات. نعم. على السرعات العالية. إذن لنذهب الآن إلى أحد شوارع عمان لنرى كيف تبقى هذه القطعة ثابتة مع حركة دوران العجلة. هلا رح نفك الغير القديمة، هاي القديمة، ونركب السبيكات الجديدة. راح اورجيك هلا لما تمشي السياره كيف راح يضل الشعار ثابت. كثير من الشباب ياتون الى هنا الى ميدان في محاوله ان تصبح افكارهم حقيقه. تعالوا نتعرف على ابتكار اخر سيبصر النور قريبا. نحن امام مجسم لشيء قمت باختراعه، حدثنا اكثر، ما هو هذا الشيء وماذا يفعل؟ هذا عبارة عن تصميم جديد لتوربين هوائي عمودي أو مروحة عمودية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. بتميز هذا التصميم بأنه انسيابي أكثر من التصاميم اللي قبله، مما أدى إلى أنه يشتغل على سرعة رياح بطيئة بفعالية أكثر من الأنظمة أو المراوح العمودية اللي صممت قبله. محمود، نعلم أن المراوح الهوائية تكون عادة شفرتها أفقية، لكن الآن هذه مروحة هوائية لكن بشفرة عمودية. وصلنا لتصميم أو نظام العمودي أفضل في المناطق اللي فيها سرعات رياح بطيئة، بس مش اي نظام عمودي كمان. فعملنا بحث وريسيرش وديفلوبمنت عن النظام العمودي بحيث خليناه افضل شيء بيشتغل على سرعات الرياح البطيئه وايضا بيشتغل على سرعات الرياح العاليه بشكل فعال. اختراع محمود لم يقتصر على الحجم المصغر فقط بل اصبح حقيقه ملموسه. زي ما احنا شايفين على سرعه رياح بطيئه بدور بسرعه ممتازه اللي هي المطلوبه كافيه انها تدور المولد او الجنريتر بسرعه عاليه، وهذا الهدف من المشروع. فكرة المشروع إنه عندما بيجي الهواء بسرعة بطيئة بيحرك الشفرات بيتفاعل الدوران، بس يبدأ بالدوران بيبدأ يتسارع، فهذا التسارع بيؤدي إلى إنه يدور المولد بسرعة عالية وبناخذ الطاقة الكهربائية اللي ولدناها على الأجهزة المحولات والباتريز اللي بتخزن وتتحول الكهرباء من مترددة إلى نفس كهرباء تردد البيت. كما نرى محمود الشفرات تأخذ شكل عمودي، ما هي المواد التي صنعت منها هذه الشفرات وهل هناك أي سبب ليجعل الاختراع يدور بشكل أكبر؟ بعد ما عملنا تجارب على مواد كثيرة لقينا أنه الألمنيوم في بعض الأحيان بيكون منيح، بعض الأحيان استخدمنا مواد كومبوزيت خليط من المواد، مرات استخدمنا شيتس من الحديد صفائح حديد. فجربنا عدة أنواع اكتشفنا أنه المواد الكومبوزيت اللي هي خليط من عدة مواد مع بعض زي ما احنا شايفين كان لها أفضل فعالية لأنها أعطتنا وزن أخف وفعالية أعلى. ما هو طول الشفرات محمود وأيضا وزن الجهاز كامل، وهل يمكن أن يأتي بأحجام مختلفة بناء على الحاجة التي يراد أن يستخدم من أجلها؟ طول الشفرة لحالها الواحدة مترين، وزنه بتراوح يعني بتجاوز 100 كيلو كامل كله. ما شاهدته خلال زيارتي إلى هذا المركز ليس إلا مثالاً بسيطاً عن كثير من الطاقات التي يختزنها
الشباب الأردني.